عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اليوم معايا أيها الأعزاء الكرام، الناس اللي مساندين أمي فاتحة، تبارك الله عليكم، ونتمنى إن شاء الله باش تكونوا في أسعد اللحظات. اليوم بغيت نتكلم ونقول واحد الكلمة صادقة في حق إنسان فاعل خير. هذا الإنسان اللي هو السي يوسف الزروالي، اللي الحمد لله هو كيف تعرف الجميع عنده مشكل خاص به. الله يسلك أموره على خير وأموركم يا ناس الخير. يلي شفتوا هاد الإنسانة اللي وصلها لكم السي يوسف الزروالي. أمي فاتحة هي الإنسانة الضريرة اللي خدمت على قناة تقريبا 10 شهور، كلها عذاب، كلها معاناة، كلها شقاء، كلها تعب، كلها دموع. وواحد النهار تنتفاجئ بان تنسمع واحد التليفون اللي جاني من خلال واحد الانسانه الله يسر امورها، اللي قالت لي واش انت اللي طلعتي في اليوتيوب. مع العلم انا ما تنعرفش، ما عندي حتى شي حاجه، انا فقط هذه القناه غير اقترحوها عليا ناس الخير وقالوا لي افتحي واحد القناه ووجهي المشكل ديالك للناس، والناس ان شاء الله غادي يتعاطفوا معك. الحمد لله كانت عندي هذه القناه، هي العوينات اللي ما عنديش. هذه القناه هي اللي كانت تقرب لي للناس من خلال الصور اللي كانوا تيشوفوها معايا. يعني الحمد لله شافوني وانا في المطبخ، انسانه كفيفه ما تتشوفش، شافوني وانا تنقلي الفلفله، شافوني وانا تنطيب اتاي وتنوجد الوالده الفطور، شافوني وانا تنحكي لهم على اني طحت من السطح ومازال العمر طويل وما متش. الحمد لله، وكان يعني التعاطف ديال الناس معايا والتضامن ديال الناس معايا، ولكن بواحد الشكل قليل جدا. ولكن الحمد لله، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. المهم هذه واحد الاخت دارتني في الانستغرام ديالها، يعني دارت القناه ديالي، وواحد الفيديو اللي شافتني فيه تندير الكيكه. الحمد لله انسانه كفيفه، الناس تيتعاطفوا مع الانسانه اللي هي فاقده للبصر وتدير واحد الحاجه اللي ما صدقوهاش الناس. الحمد لله ضمنوا معايا الناس وشافوني، ويعني تقريبا هادشي راه كلشي تتعرفوه اخواني الكرام، غير انا بغيت نقرب لكم هاد المعلومات الله يسر اموركم. الحمد لله راه الكيكه والديكورات واي حاجه تتبان من خلال اليوتيوب، من خلال بعض الاخوات اللي تيديرين كل حاجه في القنوات ديالهم، هذوك تيديروها بالديكور وتيديروها بالصور وتيديروها يعني بتحسين الكاميرا وتيديروها بالصور الواضحه. انا دائما في اي فيديو كنت نتكلم واللي قال هذا الشيء ما كاينش يعاود هذا الفيديو وسمعني اش تنقول. انا تنهضر بتلقائيه بعفويه وتنقول لهم شوفوا يا اخواني انا تندير الكيكه وفي نفس الوقت تنبكي، والصوت ديالي تتبان فيه رنه الحزن. علاش؟ لان هنا عرفت مكانه البصر ما عنديش، لان في الوقت اللي كنت نزوق ديك الكيكه راه كانت واحد الاخت هي اللي شاده لي يدي، حيت انا ما تنشوفش. الحمد لله عمري ما شفت النور، عمري ما شفت النور. هنا الحمد لله كان تضامن المغاربه، حياكم الله يا مغاربه يا احرار، لكم مني التحيه، لكم مني التقدير. ولكن تفاجأت بأن بعد الفرحة اللي فرحت ودرت الفيديو، يعني اللي هو على شكل لايف، اللي سميته بكلمة شكر في حق ناس الخير، الناس اللي كانوا بطبيعة الحال ساندوني والناس اللي طلعوني. هذاك هو آخر فيديو اللي ودعت فيه هذه القناة اللي تشهرت فيها. هنا يعني في اليوم في الغدا اللي غادي نصبح شحال طلعت لي المشاهدة، باش تعرفوا ان نعمة البصر هي غالية، التليفون هو في يدي والاسم ديالي ما كاينش والقناة ديالي تحذفات من اليوتيوب، وانا فرحانة حيت ما شايفاش وتنتسنى الانسان اللي غادي يجي يقول لي راه زادت نسبة المشاهدة طلعات. تنتفاجئ ان الدار كلها تتغوت، العائلة اللي قريبة ليا والناس اللي مساندين اللي تيغوتو تيقولوا فاتحة، امي فاتحة، وشي تيقول لي عمتي، وشي تيقول لي خالتي، وشي كل واحد، هادو الناس اللي معايا، الوليدات تيقول لي القناة ديالك اختفت، تنقول لهم ما يمكنش، وانا عندي واحد لابليكاسيون، هادشي راه اكدت لكم خاص بالانسان الكفيف. وفاش تاكدت بالفاجعه الكبرى حتى قرا لي التليفون وسمعت ان داك لابليكاسيون تيقول لي القناه ديالك ما كايناش نهائيا. تصوروا معايا كيفاش انا درت
اللي بان ليا وما كنتش عاقله ربي تيشهد عليا، فقدت الاعصاب ديالي بواحد الهستيريا، بقيت تنبكي، تضربوني الحيوط، تنضرب في الحيط فاري، تنت في شعري، ما عرفت شنو غندير، ما عرفت شنو غندير. شهدت فيا العافيه، حيت انا ما غنكذبش، شوفوا انا في هذا السن الحمد لله الوالده ديالي حتى هي كذلك تتبكي، اللي هي انسانه عجوز، وشفتوها معايا، شفتوها معايا، حيت انا راه ما تنكذبش عليكم، اول مكالمه جاتني اللي سمعت فيها صوت تيقول لي امي فاتحه معاك يوسف الزروالي. قلت له سيدي واش انت شي انسان من طرفه؟ تيقول لي هو انا وانا جاي لعندك، حيت الناس تيقولوا لي السي يوسف الزروالي تيعيش في الخارج. المهم ربي يشهد عليا هذوك الناس اللي حدايا تيقول لي هنيئا لك حيت السي يوسف وقف معاك مع العلم. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، والانسان اذا اقسم بالله واشهد الله على نفسه فذلك كفى. انا عمر سي يوسف ما عرفتو، عمرني ما كانت لي سابق المعرفه به، فقط تنسمع حاجه وحده، تنسمع بان سي يوسف الزروالي تيساعد الناس، والناس ملي كانوا تيسمعوني تنبكي في الاذاعات تيقولوا لي تكلمي مع سي يوسف الزروالي، واتصلت به عده مرات لانه هو تيعيش في الخارج وداير غير النمره ديالو خاصه بالخارج، وانا ما عنديش حيت التعبئه تعاونني بها الناس باش يمكن لي نتواصل يعني بمكالمه خارجيه، الفلوس خصها تكون كافيه، هادشي راه معروف. المهم الله يجازيكم بخير، المهم الله ييسر لكم الامور. بغيت نقول هذه الكلمه الصادقه في حق السي يوسف الزروالي اللي عمرني ما عرفته، تنقول والله يشهد علي انا مشيت تقريبا نص كيلومتر ديال الطريق وانا مكفوفه وغاده معتمده على نفسي، وتنسمع فين كاين السي يوسف الزروالي حتى تنشوف انا داك الانسان بادر وباس ليا راسي وتيبوس لي يدي امي فاتحه ما تبكيش، منين كاين يوسف الزروالي معاك؟ هادشي راه عندك فيه خير، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، شوفي، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، انا معاك حتى نموت والمغاربه معاك، والمغاربه معاك. الى ما مشى الى ما رجعتلكش القناه غادي نعطيك القناه ديالي اللي فيها نص مليون ديال الابوني، انا تنوهبها لك، وكنت معول غنشري لك كاميرا باش تزيدي ان شاء الله تزيدي للامام. الحمد لله انا هادشي كله ما عارفاش، فقط تنقول لا يا سي يوسف انا بغيت الاعتبار ديالي، بغيت القناه ديالي، بغيت باش شافوني الناس يشوفوني حيت انا ما عارفه والو، تيقول لي انا معاك. والله العلي العظيم الى هذا الانسان هو اللي فتح لي السياره ديالو وتيقول السيده اللي معايا انا اللي نشد امي فاتحه ماشي انتي، انا اللي نشدها، فتح لي الباب السياره ديالو وتقريبا نهار كامل وهو تيجري مور الشخص اللي الطفل عديم الضمير عديم الانسانيه اللي خليت له الله اللي سرق لي القناه ديالي. والسي يوسف هذيك الدلائل اللي كان تيتكلم بها راه باينه قدامه، لان بطريقته الخاصه انا ما تنشوفش باش نعرف، فقط تيقول لي سمعي صوت الانسان اللي سرق لك القناه، لقيناه داير واحد اللايف في الباج الخاص فيه اللي خاص به في الفيسبوك، يعني ما كاينش اكثر من هاد الدلائل. انا ما غاديش نكذب، ولكن ما تنسمحش للناس اللي تيقولوا لي واش سي يوسف هو اللي عطاك الاوامر باش تهضري، ابدا 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 ابدا، واخا يكون السيف على عنقي، عمر سي يوسف ما عطاني اي معلومه، سي يوسف مد لي يد المساعده ومد لي يد العون وفتح لي السياره ديالو وداني لدارو وعطاني وتيشربني بيدو تيقول لي الا ما كليتيش انا ما ناكلش، ما كاينش ما اكثر من هذا الشيء. ثقوا بيا يا ناس الخير، ثقوا بيا يا الناس اللي تضامنوا معايا، وثقوا بيا يا الناس اللي طلعوا هذه القناه من خلال يعني فاش كانت فتحه يوسف الزروالي في القناه ديالو. هذا السيد هذا الشيء اللي كان تيقول راه صحيح، فتح لي الحساب البنكي صحيح، دار ليا لايك او لايف في القناه ديالو هادشي صحيح، قال ليا نعطيك القناه ديالو هادشي صحيح، ابدا ما كاين حتى شي حاجه ولا شي اشاره ولا شي حاجه اللي يعني كان بيني وبين سي يوسف الزروالي شي حاجه اللي تعطيه الشهره ابدا، وتنقولها واخا يكون هذا هو اخر يوم في عمري. المهم ثقوا بيا، المهم ثقوا بيا، صدقوا امكم فاتحه راه بالكلام الصادق بالصدقه، ومسحوا دموعي كيف مسحهم سي يوسف الزروالي، مسحوا دموعي، انسانه ضريره غادي تحيد العوينات والعوينات متقوبين ليها بجوج سيمانه هادي وانا تنبكي، سيمانه وانا تنبكي، سيمانه وانا تنبكي وما تناكلش، اش تنبكي باش نبان؟ ابدا، تنقول علاش هاد القدر كله ضدي؟ علاش الدنيا ضدي؟ ولكن
مادام في صفي المغاربه، مادام في كتافي المغاربه، انا تنأكد لكم وتنقول لكم غير تواصلوا معايا حتى من خلال هذه القناه او هذا الفيديو اللي غادي تقراو، ونأكد لكم بان هذا الشيء راه صحيح. اللي بيني وبين يوسف الزروالي هو صحيح، هي يد المساعده، هو تواصل الخير، هو توصل صدق. اللي هضر مع انسانه كفيفه اللي كان جالس بيني وبين الوالده ديالي، اللي تيقول لي شكون اللي تيقابل الوالده ديالك وطرح عليها السؤال، تتقول له مقابلاني المرضيه، راه هذيك هي انا. الله يعطيكم الستر. انا تنحيي السي يوسف الزروالي وتندعي معاه ما حييت. الله يعطيكم الستر. الناس اللي تتقول لي بيني وبينه شي حاجه هو اللي عاطيني باش نهضر، ابدا. انا تنشهد بهذه الخاتمه اللي غادي نختم بها كلمتي، كلمه صدق، كلمه حق، كلمة وفاء حق السي يوسف الزروالي. تيشهد عليا الله ما حييت، عمرني ما عرفت السي يوسف الزروالي، فقط تنعرفو لأنه عرفني بكم، وصل صوتي ليكم، وصل دموعي ليكم، مسحتو دموعي، تبارك الله عليكم. تنحييكم وتندعي معكم بعدد ما تحرمت من النور في صلوات الفجر، ولكن كلمة وحدة اللي قالها لي السي يوسف الزروالي، أنا تنتظر منك أم الفاتحة في الركعات ديالك. ادعي معايا، ادعي معايا، انا هاد الدعوات غنبقى ندعي مع السي يوسف حتى نموت. والمهم في ختام هاد الكلمه، تنحيي الجميع، تنحيي الناس اللي ايدوني، تنحيي الناس اللي صوتوا عليا، تنحيي الناس اللي شجعوني، وتنحيي الناس اللي صدقوني، وحتى اللي ما صدقونيش الله يسامحهم. تنقول لهم الميمه ديالكم تتهضر بحرقه، راه انا يكفيني غير تنشرب، اما الماكله راني ما تناكلش، ما تناكلش. انا حزنت الحزنه، الصدمه الاولى اللي مشى لي فيها البصر كيف اكدتها للصحف، الصدمه القاتله اللي مشات لي فيها القناه، والصدمه الثالثه اللي سمعت فجعه ان السي يوسف الزروالي عنده هذا المشكل. هذا الشيء ما غاديش ندخلوا فيه. حيا الله الجميع، تحياتي لكم، احتراماتي لكم، مع كامل التقدير، والسلام عليكم ورحمه الله.